في شاب يمني امريكي بقى، هو من اصل يمني حاجه زي كده، موجود في الولايات المتحده الامريكيه، يبدو ان في حاجه مضايقاه من ال سعود ومش طايل المملكه العربيه السعوديه. شوف السعوديه فين وامريكا فين. فالشاب اليمني ده تقريبا شغل دماغه، انا عايز اعمل حركه تخلي المملكه العربيه السعوديه ما تنامش، تخلي الواد ابن سلمان يحس قد ما هو قزمه ملوش لازمه، اعمل حركه تخلي بتوع موسم الرياض ان هم شوفوا قد ايه انتم طقطقين وما عندكوش شرف. قوم يعمل ايه؟ وحركه ذكيه جدا، كل النشطاء الامريكان حيوا عليها. يعمل ايه عشان يغيظ الحفاة العراة في المملكه العربيه السعوديه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ راح شتم ترامب بالشكل ده. اوكي بيكشر. I will be the next president of America. يلعن عار امك، يلعن عار امك يا ترامب. هتقول لي يا عبد الرحمن هو هنا اتكلم عن ترامب، ايه علاقه ده بالمملكه العربيه السعوديه؟ هقول لك. الفيديو بتاع الشاب اليمني ده تداولته وسائل الاعلام الامريكيه كلها، النشطاء الامريكان كلهم. الطبيعي ان يتحبس بتهمه ان هو اساء وكده. في الولايات المتحده الامريكيه هذا الامر اتس فاني، يعني هو له الحريه الشخصيه. مين بقى اللي اتقمصه؟ اللي ترامب سجد مرقعهم، اللي ترامب جابهم تحت رجل ايفانكا وادى ايفانكا 100 مليون دولار هديه، الدب الداشر المنشار بن سلمان. قال لك ازاي يجي واحد يمني يشتم ترامب اللي مسجدنا كلنا ومرقعنا وبيعنا العرض والشرف وادينا له 400 مليار دولار من ابن سلمان دعم لترامب؟ ازاي ترامب اللي بيقول علينا احنا السعوديه البقره الحلوب وبيطلع يقول انا بحمي سلمان ومؤخره الملك سلمان والدب الدشر ابن سلمان وطائراتهم بحميها، وازاي ان انا بحمي نسائهم وجايب لهم الكاوبوي الامريكي يحمي زوجاتهم؟ ازاي ترامب بيمسح بينا الارض حرفيا وشايفنا كآلة سعود بقره حلوب ومش قادرين نرد على ترامب ولا رد صغير، ويجي واحد يمني اللي يعمل كده في ترامب؟ I will be the next president of America. يلعن عار امك، يلعن عار امك يا ترامب. ده خلى آل سعود يتجننوا. احنا بندافع عن نتنياهو ضد المسلمين، بندافع عن ماكرون ضد رسول الله، بندافع عن مودي ضد المسلمين اللي في الهند، جبت عن ترامب، اما ندافع عن ترامب اللي بيعنا شرفنا. فخرج آل سعود زي ما انت شايف كده. بقول لك الراجل اليمني عمل الفيديو، آل سعود نصهم راح المستشفيات يكشف، جاله اسهال. قال ازاي يا يمني تمسك ترامب اللي من ايامنا؟ ازاي تعمل كده في ترامب سيدنا ومولانا وتاج راس آل سعود؟ هزاع البتاع تفاهه اليمن الشمالي، لا ادب ولا اخلاق ولا ثقافه ولا علم، امال ايه؟ انبطاح زي آل سعود؟ انبطاح. جندي الفاروق والله العظيم انت ما محصل حذاء الفاروق. يدري انه جاء ترامب سيمحي اثرهم هو وجميع محور الشر. اشوف شوف شوف عشان تعرف آل سعود شايفين ان ترامب هو، عارفين يا جماعه آل سعود ده بينظروا لترامب على اساس ان هو ايه؟ زي الراجل، زي الست اللي في البيت المنكسره اللي جوزها بيحميها. آل سعود عارفين ان ترامب هو البكر بتاعهم، هو الرجل بتاعهم، هو اللي يستطيع ان يخلي الرجل السعودي مع زوجته في بيته امن، مش ابن سلمان المنشار ولا كل هؤلاء، دول قلاضيش. هم عارفين ان ترامب لا مؤاخذه الدكر بتاعهم. يدري ان ترامب اذا جاء هيمحو محور اللي مش عارف الشر الايراني من المنطقه. طب وانت هتعمل ايه؟ هروح موسم الرياض واخلي الكاوبوي الامريكي يحمي زوجتي. ما ينتصح ترامب مش عارف ايه لين، يعني المسكت اللي هو السعودي ده بيقول يعني كده ممكن يعملوا حاجه في ترامب. انا انصح ترامب ان ما يجيبش دول معاه تاني. واحده تانية اسمها ام عمر من قلب موسم الرياض، هذه اخلاقهم. طب وانت اخلاقك يا ام عمر؟ هشك بشك ماكدونالدز ستاربكس في موسم الرياض. كريمه مش عارف ايه ولا فيها شيء من الكرم. اليمني خبيث وقليل الادب. طب وانتوا عاملين ايه؟ بتقول لك وتربيه معروفه، تربيه المخزنات او المخزنات او المخازن حاجه. طب وانتوا تربيه ايه؟ موسم الرياض. واحد تاني سعودي جلنف برميل طرشي، برميل طرشي اسمه عبد العزيز ابو عنبر، عديم التربيه. ازاي ان يتكلم عن سيدنا ومولانا وتاج راسنا ترامب؟ ازاي يتكلم عن ترامب اللي رقص الملك سلمان؟
ده ترامب ده الملك سلمان بيصلي وقاعد على الكرسي، لما شاف ترامب قام وقف على رجله ورقص له. ازاي ده يشتم ترامب سيدنا تاج راس آل سعود؟ ازاي؟ ويمنع دخوله امريكا. المشكله ان الامريكان قالوا ان ده حريه راي، فالسعوديين ازاي؟ ازاي ده حريه؟ بيشتم لنا ترامب وتقول على حريه راي؟ ده لو شتم الدب الدشر النطع ابن سلمان احنا هنسكت، انما ده شتم سيدنا ترامب سيدنا. واحد تاني لغد اجمل نطعاوي برضه سعودي، تصرف قذر غير اخلاقي ومحتوي ترامب وبلده وهذا تصرفه مش عارف ايه، مشرد ده يمني مشرد. تصرفه يدل على انه قليلة الادب بنت الكلب، اسف بنت الصقر. تصرفه يدل على انه قليل الادب. طب وانت عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ انا في موسم الرياض، انا في موسم الرياض. تصرفه يدل على انه قليل الادب. ازاي يشتم ترامب اللي بعت الكاوبوي الامريكي بيحميني في بيتي والمفروض يتم رفع قضيه عليه وسجنه زي ما احنا بنعمل في السعوديه؟ احنا بنسجن في السعوديه اللي بيقول يا رب انصر اخواتنا امام الحرم المكي. طب وبتسيبوا مين؟ بنسيب بتوع الزنقه في موسم الرياض. شوف بتقول لك ترامب الذي له شعبيه كبيره في العالم، لا، ترامب له شعبيه كبيره عند البطاريخ، ترامب له شعبيه كبيره عن كل من استلقى على بطنه وترك زوجته في بيته في حمايه الكاوبوي الامريكي وهو في موسم الرياض بياكل ماكدونالدز وبيشرب من ستاربكس المتسعود. واحد تاني سعودي سامي الحسيني، هذا سفيه، بقول لكم انا سعودي يا عيني مش قادرين. واحد تحت منه بيقول لك تربية شوارع. واحد تالت ياسر مش عارف ايه، يا ويله والله يتمنى ما قبله ما بنشوف، والله يتمنى انه ما يقبله. السعوديين يا جماعة، ألا سعود؟ ألا سعود؟ الحقيقة أنا بعيدا عن أي، بعيدا عن الفيديو كمان، أنا معجب جدا بالشعب اليمني والله، الشعب الأصيل اللي بيستطيع أن يخلي لك ألا سعود جلنف، يجيب لك تمام السعودي جلنف. انا هنا لما بتكلم عن السعودي عن آل سعود، عن الذباب الالكتروني بتاع ابن سلمان. اما سكان ارض رسول الله اهل الحجاز على راسي من فوق والله، اما من ارتضى على نفسه ان ينتمي لآل سعود فانت جلنف، جلنف برميل طرشي. شاب اليمني عبقرين لعبه صح. احنا انا وانتوا كلنا عايزين نتكلم عن آل سعود، بنروح للسعوديه وندي في آل سعود ونطلع الانحطاط اللي هم بيعيشوه الان. الشاب اليمني لعيب. مين هو حامي الحمى حامي الضيار؟ مين هو عنتره بن شداد والباقي اللي تحت منه كلهم عبله؟ مين هو؟ ترامب. طب مين عبله؟ آل سعود. آل سعود كلهم عبله. فالواد لعيب. قال لك انا بص على آل سعود، انا اعمل لقطه مع تاج راسهم على الهوى، هم هيتعملوا هيحصل لهم ايه؟ هيتقمصوا. آل سعود المتسعودين. كل التحيه والتقدير لاخواتنا وحبايبنا في اليمن.